تعزيزات عسكرية من الجيش الليبي تتوجه إلى جبهات القتال في معركة طرابلس للمشاركة في مرحلة جديدة من عملية طوفان الكرامة، في الوقت الذي كشف فيه الجيش عن وجود قوات تركية خاصة تقاتل على الأرض إلى جانب ميليشيات طرابلس. المرحلة الجديدة تستهدف وفقا لشعبة الإعلام الحربي منطقة العزيزية تحت غطاء جوي في محاولة لاستعادة المناطق التي انسحبت منها في يونيو الماضي. العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عملية الكرامة أفاد بأن وحدات الجيش الليبي أحرزت تقدما بمحور العزيزية إلى جانب تركيز الضربات الجوية على مواقع وتجمعات عسكرية في محور الخلاطات جنوبي العاصمة، وفي إطار العملية نفسها نفذ الجيش غارات جوية غربي مصراتة. في المقابل قالت ميليشيات موالية لحكومة الوفاق إنها صدت محاولة تقدم للجيش الليبي من محوري اليرموك والخلاطات وعززت مواقعها في معسكري الصواريخ واليرموك. وانطلقت عملية الجيش الليبي التي أطلق عليها طوفان الكرامة في 4 أبريل الماضي لإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس، وأسفرت المواجهات المسلحة بين الطرفين عن مقتل نحو 1000 شخص ونزوح أكثر من 120 ألفا آخرين وفقا للأمم المتحدة.